السلام عليكم، مساء الخير عليكم كاملين الاصدقاء متابعي المشاهدين ديال قناه اليوتيوب. معكم عصام، تحيه طيبه لكم وتحيه طيبه لجميع المشاهدين ومشاهدات القناه. عدد جديد، حلقه جديده من اناليز تيرسي كوارتي كانت بلس، حلقه سبيسيال، حلقه اللي غادي نبدلو فيها شويه الديكور، نبدلو فيها الطريقه اللي كان نشتغلوا بها في هذه الحلقات هذو. فكنتمنى للجميع دوام الصحه والعافيه، تكونوا مرتاحين البال وتكونوا في امان الله. إذا نهار الحد هذا غادي تكون البودغون ديال باغي لونشو اللي غادي تجري فيه تيرسي كوارتي كانت بلوس ديالنا. كيف ما قلت لكم، ديكور جديد وحلقة جديدة. دونك في هذه الحلقة هذه غادي يكونوا عندنا 4 ديال الفقرات. الفقرة الأولى غادي نتكلموا فيها على المعطيات التقنية بالنسبة للباركور اللي غادي تجري فيه الكانتي، التيران، الديكور ديالو والمعطيات التقنية بالنسبة للباركور. دونك الفقرة الثانية غادي نديرو التحليل بالنسبة للباغتون اللي معنا في الكانتي، ونشوفوا لي شونس ديالهم بطبيعة الحال. ومن بعد غادي ندوزو الفقرة الثالثة اللي غادي تكون هي فقرة البرونوستيك ديال الصحافة المتخصصة في هاد يعني في هاد الميدان هذا، وغادي نكملو مع لي برونوستيك ديال لاشين. دونك 4 ديال الفقرات معنا في هاد الحلقة هادي، اللي كنتمنى لكم بون شونس وبون كانتي، ونبداو الكانتي ديالنا بطبيعة الحال. إذا نبداو مع أول فقرة اللي غادي تكون هي الفقرة التقنية ديال الكانتي. كيف ما كتشوفوا غدا غادي نمشيو لبودون ديال باغي لونشون رينو اون، لا تخوازيام كورس ديال البروغرام غادي يكون هو التيرسي كوارتي كانتي بلوس ديالنا. الديبار ديالو كيف ما كتشوفوا غادي يكون مع 3:15 دقيقة التوقيت الفرنسي. نبغي نذكر على أن التوقيت راه غادي يتغير في المغرب، دونك الكانتي غادي يكون مع 2:15 دقيقة توقيت المملكة المغربيه. دونك هذا الكانتي هذا اللي غادي يكون عباره على اونديكاب، ريفيرونس ديالو غادي تكون هي زائد 19.5، وغادي يكونوا معنا 16 ديال لي بارتون في الكانتي. هاد 16 ديال لي بارتون راهم غادي يكونوا مخلطين فيميل مال اونغر، السن ديالهم غادي يكون 4 سنين وما فوق، وغادي نجريو في 1600 متر ديال لا غون بيس ديال الباري لونشو. التيران غادي يكون لوغ 4.8. هذا هو الديكور ديال الكانتي ديال غدا، وهذا هو الديبغيف ديالو، باستثناء واحد لو ديتاي اللي غادي نمشيو نشوفوه في الباريتيوف. كيف ما كتشوفوا لا ليست راه غادي تكون 15 متر. نبغي نذكر على ان لا ليست كتكون هي ديك الباند البيضاء اللي كتكون في لاكور، كنديكاليوها ب 15 متر باش نحافظوا على الارضيه ديال الملعب. دونك هذا هو المعطيات بالنسبه للكانتي. ودابا جا الدور ديال الفقره الثانيه اللي غادي نشوفوا فيها لي شونس ديال هاد لي 16 باطون اللي معنا في الديبار. اذا نبداو التحليل ديالنا ديال هاد لي 15 بارطون في الفقره الثانيه، ولا لي 16 بارطون اللي معنا في الفقره الثانيه اللي غادي تكون مع اول بارطون اللي هو كيف ما كتشوفوا سيمبل سترايكن. هاد الهونغر ديال 8 سنين، هونغر لي سوبليمونتي باش يجري لا كورس ديال غدا. غادي نمشيو نشوفوا يعني هاد العوده ده انه من شهر 12 ما جراش، من اخر كورس اللي كانت في 12 من العام اللي فات. لي كورس الاخرين ديالو كما كتشوفوا نون بلاسي 7، نون بلاسي 5، نون بلاسي، الشيء اللي خلى لا فالور ديالو دازت من 42 حتى ل 40 اونص، يعني لي زون دي كابور دارو لو جيست ونقص ليه لا فالور ديالو. فغدا غادي نشوف واش غادي يستافد من هاد لا فالور هادي اللي نقصات. حاجه اخرى، فملي كنشوفوا لا ميزيك ديالو كيف ما كتشوفوا غالبا كيجري في البيس اون سابل فيبغي البون سوبل بون سوبل، فالتيران لوغ نون بلاسي، ممكن التيران يكون تا هو عنده تأثير بالنسبة لهاد العودة. هذا حاجة أخرى اللي تا غادي نمشيو نشوفوها في الجورنال ديال باغي كورس، هي أنه كيف ما كتشوفوا تلاتة ديال لي كورس في هاد الباركور هذا لا صوت لا صورة بالنسبة لهاد الرقم واحد سامبل سترايكن. ف كيف ما كتشوفوا إن غونتخي التيران مكيديروش، والباركور عنده تلاتة ديال لي كورس مجاش فيهم، فهادشي كامل خلاني عطيتو دوزيام شونس رقم واحد سيمبلي سترايكن، غادي نطونطي مع دوزيام شونس. إذا نمشيو للرقم جوج بولاتشي، هاد الهونغر ديال 6 سنين غادي يكون أول بارطون ديال لونترينمون كارلوس لافون كارلوس لارنيغ اللي عنده جوج ديال لي بارطون في الكانتي. نمشيو توا نشوفو الورقة ديالو، غادي نلقاو على أنه عاود لي من شهر 12 وهو موقف على كومبيتيسيو تا شهر 3. شفنا لاغونتخي ديالو في الرملة ديال شونتي كانت يعني في 30/3 وخاد لا سانكيام بلاس، عاود لي مزيان هاد لا كورس هادو لانها كتبين على انه في الاتجاه الصحيح. غدا غادي يستافد من لامون ديال كريستوف سوميو اللي غالبا كيجري معاه مزيان، وحاجه اخرى غادي يجري في باركور اللي كيعرفو
وسبق ليه ربح في اخر فيكتوار ديالو اللي كانت يعني في 30 تسعود كيف ما كتشوفوا في الباغي رونشو 1600 متر، وكان ربح لنا في الباركور هذا. التيران راه كنظن انه كيديرو، عندنا دي كورس يعني في هذه الحاله ديال التيران ديال لوغ وشرا فيهم مزيان. لا فالور ديالو كيف ما كتشوفوا داز من 38 40، غادي يجربها غدا. ممكن انها تكون شويه صعيبه عليه باش يربح، مي بور دي بلاص كتبان لي جوابل مع الرقم جوج بولاتشي اول بروميير شونس لي في الكاتي. نمشيو للرقم 3 جرين وود، هاد الهونغر ديال 4 سنين غادي يكون اول كاترون معنا في الديبار غدا. المجموع ديال لي كاترون غادي يكون هو 9 ديال لي كاترون معنا في الديبار ديال لا كورس ديال غدا. نمشيو نشوفو تا هويا الورقة التقنية ديالو. فكيف ما كتشوفو بداية العام كانت عندو مزيانة، شفنا في البودغوم ديال بو في شهر 12 ولا دار الميتينغ ديال بو جرى فيه مزيان بخوميي تخوازيام كاتخيام، يعني دار لا فورم ديالو في لي بودغوم ديال بو. غدا غادي تكون بالمناسبة أول كورسة ليه في لي بودغوم ديال باغي لونشون. كيف ما كتشوفو جرين وود يعني معمرو ما جرى في هاد لي بودغوم هادا ديال باغي لونشون، واول كورس اللي كنظن هو مع تيو باشلو، اول كورس اللي مع تيو باشلو اللي كيف ما كتشوفوا. ف صراحه يعني كاين واحد المجموعه ديال الخيل اللي عندهم 4 سنين، فهاد جرين وود ما لقاش ليه بلاصه في لا سيليكسيون ديالي، عطيتو اون بلاس بارمي لي ديرني في لا سيليكسيون ديالي، تقدروا تعتبروها يعني بحال دوزيام شونس. اذا نمشيو ندوزو للرقم 4 اللي غادي يكون هو تامبلاغ، هاد الهونغر ديال 5 سنين، هونغر اللي في البداية ديال لا كارير ديالو فكان عنده ان كازا كلاسيك ديال لا فريغ بارتيمير، وكان لونترينمون ديال كارلوس لافون بارياس. فتا هو شفناه بدل لي كيوري ديالو، وشفناه في 30/3 بدا مع نيكولا كولغي اللي دار معاه ان كورس ساتيان في الكانتي اللي كان في الرملة في شونتيي. ساتيام كتبان لي مقبولة هذاك النهار، لأنه يعني ما كانش يعني بالنسبة لأول كورسة مع لونترينور ديالو تاخد إن ساتيام بلاس، فكتبقى مزيانة بالنسبة للسويت. دونك هاد العودة اللي كيبان لي تاهو عنده لا كاليتي باش يربح غادا تكون صعيبة عليه، مي بوغ دي كاتخيام سانكيام بلاس لهاد الرقم يعني 4 فكتبان لي علاش لا، كتبان لي مزيانة. تا هو يعاود لي كيفما كتشوفو مجري كورسة واحدة في هاد الباركور هذا ما جاش، ولكن بغا نذكر على انه عاود لي بديل ديال الكارير ديالو كيف ما غادي تشوفوا معايا هنايا. نمشيو ليه هو تامبلر البديل ديال الكارير ديالو، راه كان كلاسيك يعني كان عند لا فريغ فيغتيمير وعند كان عند كارلوس لافون بارياس. هاد العود هذا حتى هو يا شفنا في لي زون دي كاب، يعني كيف ما كتشوفوا بدا ب 43 فالور في لي زون دي كاب، ماشي شي حاجه سهله. فكيف ما قلنا في 30/3 راه جرى اول كورس مع نيكولا كولغي، خد ان سيتيام بلاس، ما كانش بعيد بزاف كما كتشوفوا الفرق راه ما كانش بعيد بزاف. غادي نطوطي مع بروميير شونس تام بلا الرقم 4. اذا نمشيو نكملوا التحليل ديالنا اللي غادي يدينا دابا الرقم 5 اللي غادي يكون هو كوارت دي هولي، هاد المال ديال 4 سنين. مال اللي كيف ما كتشوفوا كيبان على انه عاود لي ريغولي تقريبا كيدير كاع لي كورس ديالو، كيف ما كتشوفوا سيزيام ويتيام بروميي كاتخيام دوزيام دوزيام تقريبا كيدير كاع لي كورس ديالو. غدا غادي يدير لا غونتخي ديالو من شهر 12 ما جراش. شفنا تا هو كياخد دي بلاص العام اللي فات في ديكانتي. بالنسبه لغدا الباغالونشو ما غاديش يكون شي اشكال، كيف ما كتشوفوا في 31/8 بخي دو فالير خد ان كاتخيام بلاص في 1600 فهاد الباركور هذا. ان رونتخي هي اللي خلاتني شويه يعني غازيرفي مع هاد الرقم 5، وعطيتو ان دوزيام شونس كيف ما قلت لكم على قبل لا رونتخي ديالو الرقم 5 كوغ ديولي. اذا مكملين في التحليل ديالنا وصلنا للرقم 6 ليف، هاد المال ديال 5 سنين، مال اللي لحد الساعه عنده جوج ديال لي كورس في 2024 كيف ما كتشوفوا في 3/2 وفي 5/4، وكيبان على انه في الاتجاه الصحيح يعني ساتيام ساكيم، وكيبان على انه كيريكيبري لا فورم ديالو شويه بشويه. دونك هاد جوج ديال لي كورس اللي كانوا في الرمله في البيس اونسابل فيبغي غدا غادي يدوز للكازو. سبق لي جرى مزيان في الكازو هاد الرقم 6، وكانت لا كورس ديال 30 تسعود اللي غادي نمشيو نشوفوها كيف ما كتشوفوا 30 تسعود في الباغي لونشون في 1600 خد ان دوزيام بلاس. تيغان سوبل
ولا التغالوغ كما كتشوفوا كيديروا ما عندوش مشكل معاه، فغادي يكون يعني لوجيك بخمية شوز هذا رقم 6 ليف. اذا وصلنا للرقم 7 اللي غادي يكون هو نوليتو، هاد الهونكر ديال 4 سنين، لونترمو ديال كارلوس ديال اونغي بونتال، اونغي اليكس بونتال اللي عنده جوج ديال لي بارتون غدا في الكانتي. دونك هاد الرقم 7 اللي تا هو غادي نمشيو نشوفو كيفاش كان موقف لا كومبيتيسيون من شهر 11 حتى شهر 3 ديال هاد العام هذا. لا غونتخي ديالو في الكانتي اللي كان بخي تي دي سان كلو، ف يعني سيتيام بلاس، كنعرفو الان داك النهار كان تيغان تخي لوغ وكان يعني صعيب انك دير لا كورس ديالك داك النهار. خد ان سيتيام بلاس، كيف ما كتشوفوا لا ميوزيك ديالو 1400 1400 1400 1400 1300، فكنظن ان 1600 ممكن تكون ماشي هي المسافه ديالو. ماكسيم غيون كيبقى معاه غدا مره اخرى، عطيت دوزيام شونس، غامرت بماكسيم غيون وعطيت دوزيام شونس للرقم 7 نوليتو. رقم 8 مغزوك، هاد الهونغر ديال 4 سنين، هونغر لي غادي نمشيو نشوفو يعني كيف ما كتشوفو، عاود لي عنده اول اونديكاب لي غدا في لاكارير ديالو ب 38، ما عمرو ما جرا هاد لاكاتيغوري ديال لونديكاب. يعني لي كواس تقريبا لي كيجري فيهم يعني دي كواس لي ماشي نيفو اونديكاب، عنده 9 ديال لي كورس في لاكارير ديالو، وكيف ما كتشوفو ديما كيدير لايبي. دونك هذا تا هو كان موقف لا كومبيتيسيون من شهر 10 حتى شهر 3، دار ان فيكتوار في لا غونتخي ديالو ديال 15/3 مع يوريس مونديزابال كيف ما كتشوفو، وعاود لي ما عرفتش يعني غدا كيفاش غادي يجري هو اول اوندي كابلي، اول كورس اللي مع خيل اللي كبر منه اول مره ب 38 دفالور. كاين من واحد المجموعه ديال علامات استفهام، كنعرف انه عاود لي عنده لا كاليتي. شفت لي ديلين مع خيل اللي كنعرفوهم شويه عندهم لا كاليتي، فصراحه يعني كيبقى هو الاكس ديال لاكورس هذا الرقم 8 بالنسبه ليا. مرزوق اللي غادي نعطيه دوزيام شونس، مي كما قلت لكم هو الاكس ديال لاكورس، يعني ما عرفش فين نحطو هاد العوده دا، فعطيته دوزيام شونس. اذا نكملو مع الرقم 9 اللي غادي يكون هو ايتيل دي نينيو، هاد لا فيميل ديال 6 سنين. كيف ما كتشوفوا اول فيميل معنا في الديبار، غادي يكونوا معنا جوج ديال الفيميل، هي والرقم 14 بانديا سيلين. دونك هاد الرقم 9 هاد لا فيميل هادي اللي غادي نشوفو حتى هي لا ميوزيك ديالها، وكيف ما كتشوفوا العام اللي فات دارت واحد الفيستيفال في لي زونديكاب، بروميي، وكيف ما كتشوفوا دازت من 24 اونس الفالور حتى الوسطات دابا 37، فغادي دير لا غونتخي ديالها من 14 ما جراتش. وحاجه اخرى كيف ما كتشوفوا كتبقى مرتاحه في 1400 متر، يعني كنظن ان المسافه الحقيقيه ديالها هي 1400. غدا 1600 بلا فالور ديال غدا غادي تخليني نعطيها دوزيام شخص. اذا وصلنا للرقم 10 ووف، هاد الهونغر ديال 6 سنين، هونغر هو اللي كان كلاسيك في البداية ديال لاكارير ديالو، وغادي نمشيو هادشي كامل نشوفوه في جيني بون كوم. كيف ما كتشوفوا هاد الرقم 10 يعني في البداية ديال لاكارير ديالو تاهو كان عنده لاكازاك ديال لي فخيغ فيغتمير او لونترينمون ديال كارلوس لافون بارياس. اذا نكملوا التحليل ديالنا مع هاد الرقم 10، كيف ما قلنا لانه عاود لي كان كلاسيك البداية ديال لاكارير ديالو. ملي كنشوفو لي ديغنيغ بيرفورمونس ديالو فكيما كتشوفو معايا بي اس اف بي اس اف بي اس اف بي اس اف، دونك كان كيجري في الرملة مؤخرا، دونك غدا غادي يرجع للكازون هاد العودة هدا. الفيكتوار ديالو تاهي ديال الكان سيغ ميغ في 12/2 جات باش ديال 29/1 جات باش تأزم تاهي شوية الأمور، لأنه داز من 34.5 ل 37، وكيف ما كتشوفو معايا جوج ديال لي كورس من وراها ب 37 نون بلاسي. ف لا كورد 16 تا هي غادا تكون مشكل بالنسبة لهاد الرقم 10 ووف اللي غادي نعطيه دوزيام شونس. دن نكملو مع الأونز اللي غادي يكون هو كوسمو بلو، هاد المال ديال 4 سنين، مال اللي غادي نمشيو نشوفو تا هو عن قرب، وغادي نشوفو هاد العودة اللي كيبان لأنه العام اللي فات لقى يعني الاتجاه ديالو في الكانتي. كيف ما كتشوفو في الكانتي ديال سانكلو كان نون بلاسي، ولكن من وراها غادي يبدا يكونفيرمي لينا تخوازيام في 31/10، دوزيام في 21/11،
تخوازيام في 12 وكان نو باردون في 9 4 هاد الرقم 11. دونك كيما كتشوف انه فلي كانتي ولا كيلقى يعني الراحة ديالو لحد الساعة. ما عرفناش يعني واش رجع لا فورم ديالو ولا لا. هاد الرقم 11 لانه هادي كنظن وقيلا كان ما جراش في هاد لا كورس هادي. الرقم 11 ما جراش في هاد لا كورس هادي ديال 9 4. ف غادي تكون دونك غدا ان غونتري، فسمحوا لي غدا غادي تكون ان غونتري، لان من 12 ما جراش، لان اخر كورسه اللي كان محتمل يجري فيها هي ديال 9 4، ولكن كيف ما كتشوفوا ديكلارا نون بارتون هذاك النهار. نمشيو نشوفوا علاش، نمشيو نشوفوا المشكل اللي كان عنده، علاش ما جراش هذاك النهار. هذه المعلومه دي ما شفتهاش صراحه في التحليل ديالي، ما رديتش ليها البال ديال هذا الرقم 11. غادي نمشيو نشوفوا علاش ما كان نون بارتون. دونك ها هو كوسمو بلو كيف ما كتشوفوا معايا، كوسمو بلو كان ممكن كان محتمل انه يجري في دو فيل في 9 4 بخي ديال لوبيراسيون اوفرلود كانتي عيطي داك لا غنون بارطون سون موتيف بخي. دونك ما جراش وما قالوش لينا علاش ما جراش دونك هذا الرقم 11. دونك هذه المعلومه دي ما كانتش عندي بطبيعه الحال، وخصوصا انه ما كانش عندي في لا سيليكسيون ديالي، داكشي علاش ما تعمقتش مع الرقم 11 كوسمو بلو اللي عاد غادي نعطيه الدوزيام شونس. نمشيو للرقم 12 اللي غادي يكون هو مورسيانو، هذا الهونغر ديال 4 سنين، هونغر اللي غادي نمشيو توا نشوفو لا ميزيك ديالو. كيف ما كتشوفو كان موقف لا كومبيتيسيون شهر 9 تال شهر 3 ديال هاد العام هذا، جوج ديال لي كورس هاد العام هذا، وكيبان على انه مزيان بروميي سانكيام، فكيبان على انه توا مزيان، وخصوصا لا سانكيام بلاص اللي كانت في السانكلو في البخي تي دي كانت بلوس هذاك النهار في تيغان تخيلو خد لا سانكيام بلاص، وكيكونفيرمي على انه عنده 100% دي غيوسيت في لي كانتي. كيف ما كتشوفو سانكيام في الكانتي ديال 12 3، تروازيام في الكانتي ديال 17 8، تروازيام في الكانتي ديال 13 6. فانا كيبان لكم على انه عاود اللي كيدير ديما لي كورس ديالو في لاكاتيغوري ديال اللي كانتي. غدا غادي تكون اول كورس ليه في لي بودوم ديال الباري لونشون، الا كانت معلوماتي صحيحه. نمشيو نشوفوا هاد المعلومه هادي في الباري كورس، دونك اللي غادي ياكد لنا هاد المعلومه هادي. كيف ما كتشوفوا مورسيانو ما عنده حتى شي كورسه نا باكوري سور سيت بودروم، دونك غدا اول كورسه اللي فهاد الباكور هذا وفهاد لي بودروم هذا. فكيف ما كتشوفوا كيدير التيران، كيدير التيران يعني كنتكلم على التيغان لو، كيدير لا فالور، دار لا فورم ديالو، عنده مع لي كانتي، فغادي يكون لوجيك بروميير شونس هذا الرقم 12 مورسيانو. نكملوا التحليل ديالنا مع الرقم 13 اللي غادي يكون هو نو ليميت دريم، هاد هونكر ديال 4 سنين، هونكر اللي غادي نمشيو نشوفوا البدايات ديالو اللي كانت عند جون كلود روجي. كيف ما كتشوفوا كان عند جون كلود روجي هاد العوده ده في البداية ديال لا كارير ديالو، وشفنا لا فورم ديالو تو في لي بروم ديال كان سيغمر اللي كيف ما كتشوفوا كان خد ان كاتريام بلاس بجوج ديال اللي كانتي، وفي الكانتي ديال بخيت تي دي اللي كان في 12 3 راه خد ان سيزيام بلاس. فكيبان على انه تو هويا اون فورم، وكيبان على انه تو هويا عنده لا شونس ديالو في هاد لا كاتيغوري ديال اللي كانتي، خصوصا ب 36 فالور هادي اللي كتخلي لي ان شونس بور دي بلاس، فغادي نطوطي معاك بخوميير شونس. إذا نكملو، كنحاول أنني نزرب باش ما نكبرش الفيديو بزاف، مع الرقم 14 بانديا سيلين، هاد لافاميل ديال 4 سنين، وتاني فاميلا اللي معانا في الديبار، هاد لافاميل هادي اللي سالات نون بلاصي في لا غونتخي ديالها، كانت موقفة لا كومبيتيسيون في شهر 11، تال شهر 3 ودارت لا غونتخي ديالها وتبلاصت فيها نون بلاصي. دونك بالنسبة لي بودغوم ديال باغي لونشون جرات فيه مرة وحدة، اللي كيف ما كتشوفو في 31/8، وتكلاصات لينا 6 أيام. دونك غدا غادي نعطي دوزيام شونس لهاد الرقم 14، وغادي تكون تاني بارطون ديال لونترينمون اونغي اليكس بونتال. اذا وصلنا للرقم 15 اللي غادي يكون هو لينغوتو، هاد المال ديال 4 سنين غادي يكون تا هو سيبليمونتي بالمناسبه، ودوزيام بارطون ديال كارلوس ليغنيغ. دونك هاد العوده اللي ما كانش عند لونترينمون ديال كارلوس ليغنيغ لحد الساعه. ف كما كتشوفوا في ال 15 جوج تكلاس نافيام، ومن بعد جا عند لونترينمون ديال كارلوس لافون باغيا، كان عند كارلوس ليغنيغ اللي دار معاه 5 أيام في الكانتي، ودار معاه 3 أيام في لاكورس ديال كومبيان. ف كنظن انه تا هو عنده لا شونس ديالو في الباد طابلو،
وممكن تو يستافد من تيغالوغ كيف ما كتشوف في تيغالوغ سانكيام تيغالوغ تخوازيام ب 36 دولار كتب لي اون شونس لوجيك دونك بروميير شونس. نكملو التحليل ديالنا مع رقم 16 ماكس فيرست، هاد الهونجر ديال 5 سنين هونجر اللي نشوفو لا ميوزيك ديالو ما غاداش تبان لنا شي حاجة كبيرة في لا ميوزيك، اللي كيف ما كتشوفو 8 نو بلاصي 8 كاتخيام 8 دونك ما كاينش شي حاجة كبيرة مؤخرا، وحتى في لي كانتي بلوس كيف ما كتشوفو ما كاينش شي حاجة كبيرة، يعني الوضعية ديالو يعني في لي كانتي ماشي مزيانة، مي هادشي كامل خلاه انه استافد كيف ما كتشوفو 33 33 38 37 36 دونك لا فالور ديالو راه نقصات وصلت دابا 34. غدا غادي يستافد من لامون ديال ميغيل بارسلونا. تيغالوغ حتى هو كما كتشوفوا تيغالوغ وتيام تخي لوغ دون بلاسي، الرمله ما نتكلموش عليها. تيغالوغ سبق لي ربح فيه في المغسي بوغري، فعلى قبل هاد الديتاي هذا عطيتو بروميير شونس مع ميغيل بارسلونا بروميير شونس. إذن أصدقاء متابعي المشاهدين ديال قناة اليوتيوب كيف ما شفتوا درنا الفقرة الثانية اللي كانت مختصة بالتحليل ديال لي بارتون ديال الكانتي، دوزناهم كاملين وشفنا لي شونس ديالهم، دونك جا الوقت ديال الصحافة المتخصصة. إذن غادي نبداو مع الجورنال ديال الباريتيوب وغادي نمشيو نشوفو لي برونوستيك ديال الباريتيوب شنو عطينا في لا سيليكسيون ديالهم. إذا كيف ما كتشوفوا الباريتيوف هاد هي لا سيليكسيون ديالو، عاطف لي نو بريفيري 6 2 11 8 7 5 12 13 هادو هما لي بريفيري ديالو، لي شونس ريغولي عاطي 4 1 15 16 وزايد عليهم 3 9 14 10 بالنسبة للشونس ريغوليير، دونك هذا كل ما يتعلق بالنسبة ديال الباريتيوف. إذا نمشيو نشوفو الباري كورس تا هو يا لا سيليكسيون ديالو شنو فيها. إذا كنحاول نعطيكم غير لا سيليكسيون، نشوفو باسكي كيما كتشوفو باسكي عاطي راسو الدوزيام ورا لو أونز. إذا نمشيو نشوفو كيف ما كتشوفوا الباري كورس ولا جيني كورس كتعطينا لا باز ديالها 12 8 11 في التويه 2 6 15 لو تصدر 13 5 اون كاد نو باطور رقم 4. نمشيو نشوفوا الجورنال ديال الويكند. اذا الويكند كيف ما كتشوفوا لا سيليكسيون ديالو برونو اونيك عاطي 6 12 كيف ما كتشوفوا هذه لا سيليكسيون ديال الويكاند. نمشيو نشوفوا لا غازيت، لا غازيت كيف ما كتشوفوا ديال لا سيليكسيون ديالها و نمشيو نشوفوا لو فينار تا هي شنو عاطيها. اذا نهار الاثنين راه الكادر غادي يكون في الشونتيي بالمناسبة مع البلا. اذا نهار الحد نشوفوا لا سيليكسيون كيف ما كتشوفوا هذا الشيء ديال نهار الحد، دونك نهار الحد كيف ما كتشوفوا عاطين جو عاطين 6 12 1 11 15 دونك هذا بالنسبه للفينا. دونك كيف ما كتشوفوا درنا 3 ديال الفقرات ديال الفقره المتخصصه بلاشين ديالي، دونك كيف ما كتشوفوا طونطيت لا شونس ديال 15 12 6 16 4 13 2 اون كاد نمبورطو غادي يكون هو 3. فصراحة طولت شويه 24 دقيقة، كنتمنى لكم بون شونس وبون كانت موعد جديد في الكانت اللي غادي يكون في البودوم ديال الشونتي. وما تنساوش انكم تكتبوا لي شوف التعليقات والطريقة واش عجبتكم ولا لا، واش ممكن اميليوغو نحسنوا منها بطبيعة الحال في لي كورس الجايين. كان معكم عصام، تصبحون على خير وباي بون شونس.